اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه، وكنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو تلقاكم في صحه جيده يا رب. اول حاجه كنبغي نبدا بها وهي سنه سعيده مليئه بالافراح ان شاء الله. تمنيت لو كان درت لا فيديو قبل من 2021 ما كتبش، كنت عيانه شويه، مي الحمد لله على كل حال 2021 ما سالات، تخلت شويه البركه ديالها ماشي مشكله. 2022 كنتمنوا ان شاء الله انها تدخل على الناس كاملين كاملين باللي كيتمناو، اللي عنده شي حاجه في خاطره الله الله يحققها ليا ربي. كندعي معكم كاملين يا ربي ان شاء الله، البنات اللي اي حاجه كتمنى، حتى الرجال زعما الناس بصفه عامه اللي كيتمنى شي حاجه في خاطره الله يعطيها ليه. اللي عنده والديه الله يخليهم ليه، تهلاو في الوالدين. اللي عنده خوته عائلته، البنات اللي مزوجين الله يخليهم رجالاتهم، اللي ما عندوش والديهم الله يرحمهم، الله يخليكم الناس اللي قرب عليكم والناس اللي عزيز عليكم بيان سور. الحمد لله 2021 دار شويه صعيبه، ماشي غير عليا انا مي بلوتو على الناس كامله كامله هما، وانا ما بين الناس اللي الحمد لله دازت عندي شويه زوينه. فريمون واحد دات اللي ما عمرني ما غنساها، فريمون اون دات لي سبيسيال بور موا اللي غنبقى نتفكرها ان شاء الله حياتي كامله كامله، وهي سيدي ربي الحمد لله رزقني بواحد البنوته في 2021. لذلك فاش جات عندي داك البنيته الحمد لله غطات على داك الشيء اللي كان خايب في 2021. تفائلوا خيرا تجدوه، نتفائلوا ان شاء الله خير، نتفائلوا ان 2022 دوز عندنا ان شاء الله زوينه، والله يرفع علينا هذا الوباء. وكيف ما سبق لي قلت لكم اللي عنده شي امنيه ولا شي حلم ولا هذا الله يوصل لكم لاي حاجه كتمنوا يا ربي. ما نطولش عليكم، نبداو ديريكتومون في لا فيديو. لا فيديو ديال اليوم كيف ما شفتم لا مينياتور، حتى هي بيان سور تمنيت لو كان بارطاجيتها معكم قبل، مي بون ماشي مشكل، هذه جوست واحد الفكره ديال هديه البنات اللي كيبغيو يقدموا هدايا ولا حتى الاولاد اللي كيبغيو يقدموا الهدايا للناس الغاليين عندهم ولا الناس اللي عزاز ولا بيان سور اي واحد. هذه في طريق هذه بصراحه طريقه سهله وزوينه وما كطلعش ما كطلعش زعما مكلفه بزاف. وانا من عاد ولا ما قلت انا من الناس اللي كنفضل انا نخدم شي حاجه مانيوالمون، فاش كتهديها فريمون كتحسي حتى الطرف الاخر تيقول لكم كوا فوالا هذيك لا بيرسون راه صوبات شي حاجه بيديها، فهمتي؟ ماشي بحال شريتي شي حاجه واجده وجبتيها. كيف ما شفتوا من لا ميناتور ان شاء الله نوريكم بيان سور الطريقه كيفاش نخدموا بوكس شوكولا لي كيجي شويه اقتصادي. انا كنفضل انني كيف ما قلت لكم نصوب ونشري كلشي بايديا ونصوبو حسن ما انني ناخذو من ديجا راه متوفر في مثلا فيسبوك في انستغرام في لي ريزو سوسيو اون جينيرال، راه متوفرين هاد لي بوكس هادو، غير هما تيكونوا شويه الثمن اكزاجيري سورتو بالنسبه مثلا ملي تيكونوا لي زيفينمون هكذا راه فان داني، ملي كيكون مثلا شي حد عنده انيفيرسير تيوقف دي فوا تيقدر ما يلقاهمش، اولا ميم حتى في الفالنتين فريمون تيكون الثمن جد جد طالع طالع. لذلك فضلت انا نمشي نتقدى كلشي بوحديتي ونصوبو، دونك خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نوريكم الطريقه كيفاش غنصوب هذا البوكس شوكولا. الوغ بالنسبه لي بواط اولا بالنسبه لي بوكس، فانا غنقترح عليكم جوج ديال الاشكال. هادو اللي كيجيو على شكل قلب، هذا ديال واحد البارفون كانت عطاتو لي واحد البنت صاحبتي، وهذا بوكس اللي كنت خديته تقريبا على شي 3 سنين دابا ولا 4 سنين، ما نقدرش نقول لكم بالضبط الثمن ديالو لانني فريمون نسيت بزاف على الثمن. مي بون كيف ما قلت لكم هادو راهم كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لي بارفيمري اولا الناس اللي كيبيعوا تو سكي زعما لي اكسسوار ديال الهدايا. انا ما كيف ما قلت لكم ما بغيتش نكلف على راسي، كيف فضلت انني نجبد غير هاد لي بوكس اللي عندي ديجا في الدار. بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بوكس بحال هكا ديال لي بارفان، فكتقدروا بيان سور تغطيوهم بان بابيي وتغطيو حتى زعما هاد لاكوفيرتو حتى الغلاقه هادي، سينو فكنقول لكم تخليهم كيف ما بغيتي. وانا حتى ديجا كيف ما قلت لكم ما غنهديه حتى شي حد، ولا بلوتو غنهديه لدو فامي اللي هما ما بيتيت فامي وراجلي ولا بيل فامي. لذلك ما بغيتش زعما نكلف على راسي ندير شي حاجه زعما شي حاجه اللي فريمون غاليه بزاف، نخدم غير داكشي اللي عندي. كاين هذا وكاين هذا راني هاد الوريقات هادو ديجا خدمتهم غير في الدار، كنشد البابي عادي كنطوي الورقة على خمسة ولا ستة وتنقطعهم رقاق بزاف. هادو علاش كنحتاجوهم؟ بالنسبة للناس اللي ما بغاوش يعمروا البوكس بزاف مثلا،
تقدر دير غير هكذا غير بهذه الطريقه هذه، وكتشوفي انت وانت وشحال عندك بيان سور ديال الشوكولا ولا لي بونبون ولا اي حاجه عندك، شوفي انت وشحال عندك. كانت عندك لا كونتيتي كثيره فكتحاولي انك تستغني نهائيا على هادو، ما كانوش عندك ما كانش كونتيتي كثيره فكتحاولي انك زعما تعمري بهم لتحت غير باش تولي تبان لا بواط راه شويه عامره كنغشو شويه انا على هذا الشكل هذا. انا غنحاول انني نوريكم غير الموديل بهذا البوكس ديال اللي على شكل القلب. غنوريكم حتى الشوكولا اللي تقديتها غير ما هادو خديتهم غير من عند المحلات التجاريه اللي كيبيعوا بها الشغل هكذا لي بونبون. لا خديت هذا كندا، خديت سنيكرز، خديت برينغلز كندا. نوريكم غير الشوكولا اللي غنستعمل. خديت هاد لي بونبون هادو ديال الشوكولا. بالنسبه لنا فايلين باش ناخذ اون بوات، يعني كيف ما قلت لكم غادي نستعمل غير بوكس غير. خديت منهم غير ربعه. وبالنسبه للفيريرو هو ما خديت منهم ربعه. كيت كات مني كيت كات هو ما خديت منهم ربعه. خديت هاد ميلكا اوريو، خديت ميلكا هادو الدايرين، خديت هاد لي بودوار ديال نوتيلا، هاد نوتيلا صغيره. بالنسبه للاثمنه ما نقدرش نقولهم لكم دابا لانني غير ما نسيت، مي الا تفكرتو غنخليهم لكم بيان سور دو كوتي. وخديت اخر حاجه اللي هي كيندر البيضه ديال كيندر، وهادو فجاوني من الخدمه كادو جابهم لي راجلي. فوالا هادو كتجيو اون بيتيت بواط. لو ديريكتور دو سيت تيخلي لنا ميساج هنايا وكيجيو فيهم هكذا ربعه ديال فيريرو روشي. هادو حتى هما غادي نستعملو في ديكوراسيون. كاين دي جوج وعندي شوكولا هنايا ديال شاتو بلون. لي شاتو بلون صراحه معروف كيبيعو شوكولا دو لوكس فريمون زوينين بزاف. نخلي لكم غير الايدي ديال لو باكاجين وديال لا بواط كيفاش كتجي. فوالا هادو هما اللي غادي نستعملو ان شاء الله اليوم. انا كيف ما استغلي قلت لكم ما غاديش نعطيكم زعما كادو، لان ديجا هادشي خديتو انا، شي لاخر جابو لي راجلي من خدمه كيفي ممكنش نعطيه شي حاجه اللي هو جايبها. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها نحط هنايا، كان هاد الطريقه عشوائيه راه ماشي بالضروري يكون داكشي زعما مقاد، لا غنحطو بطريقه عشوائيه غير يكون لو بوكس زوين وصافي. نحطو هنايا برينغلز، كنتمنى انهم يكونوا باينين ليكم مزيان. نحطو هنايا نوتيلا، نحطو هنايا كيندر، نحطو هنايا اند نتويكس هدا، نحطو هنايا ولا نحطو هنايا سنيكرز، نحطو حتى هو هنايا، كيندر بلينا نحطو حتى هو هنايا، كيت كات، نحطو لي كيت كات ديالنا طاختو، غنخليو هداك الشي يكون شوية باين. نوتيلا نحطوها هنايا، وهنا نحطو رافايلي، وشوية ديال الفيريرو. فوالا هدا هو لو بوكس ديالي. نسيت ميلكا لي غالي ميلكا، هادو راه ماشي بالضروري تحطو كاملين، حطو واحد الشوجة هنايا وحيدة هنا وحيدة هنايا. فوالا هدا هو البوكس ديالي. فريمون كيجي منقولكمش كيجي اقتصادي باش منكدبش عليكم، ولكن لأن مثلا البنات اللي غادي يمشيو يشريو عندهم فكرة أنهم ياخدو بوكس واجد، أنا كنفضل أنني نخدمو هكذا في الدار ونحط معاهم هادو الطريقة هادي
لانني كيف ما قلت لكم غنهديه لدو فامي، ما يمكنش ليا نبقى ندور عليهم بجوجهم، كل واحد في داره غنحطو في الدار، وفاش يجيو ان شاء الله يلقاو وياخذوا منه. فلا هذه هي الفكره ديالي اللي بغيت نقدم لكم اليوم، خليكم معايا باش نوريكم بيان سوغ الطريقه اللي غنحطها بيان سوغ في الصالون. فوالا كانت هذه هي الشجره ديالي، الشجره المتواضعه الصغيره اللي كيف ما سبق لي قلت لكم راه ما فيهاش برسك ما كاملاش 1 متر، راه غير صغيره تقدر تبان لكم شويه كبيره، لان ديجا فاش كنت كنبارطاجيها العام اللي فات في انستغرام كانوا صحاباتي كيسحبوها كبيره، نو فهي غير صغيره. هذا هو البوكس، فكيجي على هذا الشكل هذا كيف ما شفتي، وفريمون كيجي زوين زوين بزاف، يستاهل انكم تعطيوه بيان سور كوم كادو الناس اللي كتبغيو، ولا لفو بارون ولا لوليداتكم. هذا هو الشوكولا ديال الخدمه اللي كان وصلني ديجا، مع الشوكولا ديال لا مارك شاتو بلون. فوالا كانت هذه هي الفكره اللي بغيت نقدم لكم اليوم، وكانت هذه هي الشجره كيف ما سبق لي وقلت لكم انا ما كنحتفلش غير، كتعجبني بيان سور لا ديكوراسيون، وكيعجبوني كيعجبني بحال هكذا هذا الشيء ديال ماشي بالضبط ديال ميري كريسماس. انا ان شاء الله من هنا لقدام غتشوفوا دوزوا معايا ان شاء الله العام باذن الله الا بقينا على طول الحياه، وغتشوفوني بيان سور في عيد الاضحى، في عيد المولد النبوي دائما كنبغي نحتفلوا، دائما كندير دي تيم عندهم علاقه بيان سور بهذاك ليفينمون اللي كاين. انا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تنال اعجابكم، كنتمنى انني قدرت نعطيكم بعض الافكار، ولا غير انا بصراحه من الناس اللي كيعجبوهم كتعجبهم توسكي ديكوراسيون توسكي ايفينمون. دائما ان شاء الله غنتمنى القدام الى بقينا على قيد الحياه غادي نبقى نبارطاجي معكم بيان سور لي ايفينمون كيفاش كنحتفل بهم غير بوحدي في الدار. بصراحه ما كندير حتى شي حاجه اللي كبيره، صوف كو كيعجبوني كتعجبني لا ديكوراسيون، كيعجبوني مثلا لي ايفينمون، كيعجبوني لي تيم، كتلقيني بيان سور في اي اوكازيون في اي ايفينمون راني كندير شي حاجه في الدار، واخا نعرف ندير غير ان توت بوتيت ديكوراسيون في شي كوان صغير وما نبقاش بلاش. دونك الى عجبتكم لا فيديو خليو لي لايك، ما عجبتكمش ماشي مشكله خليو لي كومونتير. الى وصلتي حتى لهنايا كنتي باقي ما مابونياش في لاشين انت اولا، انت حاولوا انكم تابوناو فوالا. الناس اللي باقي ما تابوناوش عندي ولا باقي ما شافوش لو كونت انستغرام ديالي، غنخلي لكم انستغرام ديالي هنايا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي في نفس السنه ان شاء الله 2021 وفوالا كنتمنى ان لا فيديو تلقاكم ان شاء الله، ولا بلوتو فوالا تلقاكم في صحه جيده، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده وسنه سعيده مره اخرى. السلام عليكم.